السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. لنفترض ان انت صاحب محل او عندك مجموعه محلات لبيع الملابس مثلا، فالمجموعه المحلات دي فيها بياعين ما يقدروا ب 200 بياع، 200 بياع شغالين في المحلات دي. فانت اي واحد اشتغل في السيلز هيبقى عارف اللي انا بقوله، او عموما يعني، فانت بتطلب من البياعين دولت ان انتوا يا جماعه التارجت بتاعكم وليكن تجيبوه. فانت بتحط شرط، طب لو انت ما جبتش التارجت ايه اللي بيحصل؟ وهكذا. دلوقتي انت حاطط التارجت، والمثال ده اللي انا هطبقه دلوقتي في يعني حي دلوقتي، همثله لكم دلوقتي على اللابتوب. دلوقتي انت قلت ايه؟ انت دلوقتي المفروض تجيب التارجت بتاعك. لو جبت من 70% فيما اقل، يعني لو جبت اقل من 70% فانت مش هتاخد عموله، والعموله بتاعتك 1000 جنيه. لو جبت 70% فاقل فكده انت مش هتاخد العموله، فانت كده تبقى زيرو. لو جبت 60% 65% 70% 69% تبقى زيرو. طب ما بين ال 70% وال 100% هتاخد نسبتك. بمعنى دلوقتي واحد مثلا حقق بنسبه 85% وهو عمولته 1000 جنيه، يبقى ياخد كام؟ 850 جنيه. دلوقتي واحد مثلا حقق 90% وهو عمولته 1000 جنيه فهياخد 900 جنيه، وهكذا. ما بين ال 70% وما بين ال 100%، 70 و100% هتاخد يعني العموله بنسبتها. طب فوق ال 100% هياخد مكافاه 500 جنيه، يعني زائد عمولته. يعني هو دلوقتي عمولته كام؟ ال 100% بتاعته 1000 جنيه، وهياخد كمان فوقيها 500 جنيه كمان. يعني لو عمل 101% هياخد 500 جنيه. طبق بقى الامثله دي على كذا حاجه تاني، يعني مثلا عايزين نعرف ايه يعني دي الداله او الفانكشن اللي انا جاي اتكلم فيها. اسمها داله اف. اف دي عباره عن ايه؟ اللي هي ماذا لو انت بتدي له شرط في اول الـ في اول الـ في اول الـ يعني في اول المعادله، تقول له هل الشرط ده موجود؟ طب لو الرد اللي بعديه اللي اسمه البارامتر اللي بعديه، لو اعمل كذا، طب لو لا اعمل كذا. هو دي الداله اللي غيرت حياتي انا شخصيا، صدقوني والله الداله دي فعلا او الفانكشن دي اللي غيرت حياتي. انت مش متخيل الفانكشن دي عدلت في حياتي، وانا عدلت في حياه ناس تانيين بسبب الفانكشن دي. لان كان في اشخاص كانوا بيشتغلوا شغلانات مانيوال، فعليا مانيوال، وقت طويل جدا علشان هم ما كانوش يعرفوا الفانكشن دي او الداله دي. فانا جاي هنا انا بسطتها لك في شرح مثال، وان شاء الله هبسطها لك اكتر في الحياه على اللابتوب، واللي انا اظبطها لك على اللابتوب. بس اتمنى لو بعد اذنك، انا اسمي محمد تحسين، واتمنى تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناه، لان فعلا 80 او 85% من اللي بيتفرجوا على اليوتيوب ما عليا في اليوتيوب ما بتشتركوش ولا بيعملوا لايك للفيديو. فاتمنى تتفرج معايا وتكمل معايا الفيديو وتعمل لايك للفيديو، وان شاء الله ان شاء الله تبقى حاجه مفيده، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه. فاسيبكم دلوقتي ونروح للفيديو بقى دلوقتي عشان ايه نشتغل على طول. شكرا جدا ليكم، ويلا نروح على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي زي ما قلت لكم ان قاعده اف او داله اف او يعني داله اف الشرطيه او اف فانكشن، ان شاء الله دي اللي هنشرحها باذن واحد احد، ودي اللي احنا نحقق فيها. لو انت عرفتها فعليا صدقني حاجات كتير قوي في شغلك هتتعمل، حاجات كتير جدا هتعملها في شغلك، الدنيا تتحسن بطريقه جميله جدا. فاتمنى ان حضرتك تابعني، وان شاء الله ان شاء الله تستفيد منها باذن واحد احد. يعني ما تخرجش من الفيديو ده الا لما تكون فاهمها، وان انت تعرف تطبقها في حياتك وتطبقها في شغلك، وصدقني هتستفيد منها. بص بقى، دلوقتي احنا عندنا شروط الكي بي ايز او شروط تحقيق التارجت. شروط تحقيق التارجت دي بيقول لك ايه؟ زي ما انت بقول لك، لما انت كنت عندك لما انت عندك محل وفي حوالي اشخاص كتير زي الناس اللي عندك دي كده، دي اشخاص كتير وحاطط لهم التارجت ده اهو، وهم حققوا كام وجابوا كام في الميه، تمام؟ فانت بتقول لهم ايه؟ اقل من 70% فهو مش هياخد عموله، لا ياخد عموله، يعني بالتالي هتساوي دي هتساوي زيرو، يعني دي كده هتبقى صفر، صح؟ مش هيبقى ليه لازمه، يعني او بمعنى صح ان انت كده ما خدتش عموله. اقل من 70% لا ياخد عموله. بين ال 71 وال 100% ياخد العموله بنسبتها. العموله بنسبتها اللي هو ايه؟ يعني مثلا واحد جاب 75% وهو عمولته 1000 جنيه يبقى ياخد 750 جنيه، وهكذا. فوق ال 100% ياخذ العموله كامله اللي هي ال 1000 جنيه زائد 500 جنيه. فدي هنحققها ازاي هنا في قاعده اف؟ تمام؟ بص، اولا احنا هنعملها الاول اهو، وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا منها. بص، هن اول حاجه اي معادله بتبتدي في الدنيا كلها في الاكسل بتبتدي بيساوي، وهندوس اف اهي.
تمام، وندوس عليها دبل كليك. تمام، الشرط الاولاني هنقول له ايه؟ هنقول له هل دي النسبه اللي حققوها، دي النسبه اللي هم حققوها. هنقول له هل الخليه دي او هل النسبه دي اقل من 70%؟ احنا نقول له ايه؟ اقل من او بيساوي 70%، عشان هي اقل من، لا ولا اقول لك اقل من 70%، اهي اقل من 70%. تمام، وبعد كده هننقل في البارامتر اللي بعديه ده، او اللي هو الشرط اللي بعديه. فهنتنقل اللي احنا نكتب، ندوس كوما، ندوس كوما اللي مكتوبه دي المعموله دي، وندوس كوما اهي. فنقلنا للشرط الثاني اللي هو ده، قال لك طب لو طلع الشرط ده حقيقي قول له زيرو، ما تاخدش حاجه، يعني ما تديلوش حاجه. يعني لو لقيت الخليه دي اقل من 70% اديلها زيرو. طب لو لا، هنروح عاملين اف ثانيه، هنروح عاملين اف ثانيه، ندوس عليها مرتين. تمام، ونروح عاملين ايه؟ نقول له هل، ونروح راجعين تاني لنفس الـ 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 النسبه دي، نقول له هل دي، هل يعني هل الخليه دي اقل من 100%؟ تعالى نعمل دي كده، هل الخليه دي اقل من 100%؟ هيقول لي طب لو قلت له ايه، لو دي اقل من 100% اقول له ايه؟ قول له ادي له نسبتها، اللي هو ايه؟ هتقول له اضرب الرقم ده، هندوس دي كده، في 1000 جنيه، مش العموله بتاعته 1000 جنيه، مش العموله 1000 جنيه. فبنقول له ايه؟ لو الخليه دي، لو الخليه دي اقل من 100%، اقل قصدي من 100%، اضرب لي الرقم اللي طالع لك اللي هو 73% في 1000 جنيه، اللي هو ده. تمام، طب لو لا، لو ما لقيناش، يبقى دي بقى اخر حاجه خالص. لو بص بقى، نروح عاملين نكتب بقى ايه، هنعمل دي، نعمل اف ثالثه اهي، لو الخليه دي اكبر من 100%، اذا ال 1000 جنيه تضيفها له زائد 500، يبقى تديله 1500 جنيه على طول، مش لازم نعملها يساوي كده، نكتب له 1500 جنيه. وبعد كده حط له زيرو هنا، وبعد كده نقفل الاقواس. لو تلاحظ بص، لما نيجي نقفل القوس، هنقفل القوس اهو، ادي دي اول واحده القوس الاولاني، تاني واحده القوس التاني، تالت واحده القوس التالت، وندوس انتر ونشوف النتيجه. بص بقى، نشوف النتيجه، ندوس كده، ندوستين مره تحت كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونظبطها دي كده، نخليها ايه كده. بص بقى، استنى بس نظبط الفورمات بتاع الخليه دي كده، بحيث ان هي تبقى طالعه بشكل مظبوط. بص اهو، ونعمل دي كده، ونعمل دي كده، ونشوف النتيجه. ده واخد زيرو ليه؟ عشان ده اقل من 70%، 54% اقل من 70%. طب واخد زيرو ده ليه؟ عشان 66%. فكده ده اول شرط اتحقق صح، ده 52%، 69% اهو، لو طلعت 69% يعني مش 70 يعني حتى اقل من 70% بدرجه 0%. طب تعالى نشوف بقى، ده عامل كام؟ 73%. العموله بتاعته كام؟ 1000 جنيه، فالمفروض ياخد كام؟ 73% من ال 1000 جنيه يبقى 730 جنيه، يبقى كده دي تمام، واخد كده 730 جنيه. طب ده عامل كام؟ 79%، فكده ياخد كام؟ 790 جنيه او 700، او ده تلاقيه واخد 79 وكسور. يعني لو انا جيت بصيت هتلاقي 79 وكسور. تمام؟ تمام، ده واخد 77% فخد 770 جنيه وهكذا. طب ده عامل 109% فخد 1000 ونص، ما احنا قلنا ان فوق ال 1000 فوق ال 100% ياخد العموله كامله اللي هي ال 1000 جنيه زائد 500 جنيه. فكده خد كام؟ 1000 ونص، ده برده واخد 1000 ونص عشان عامل 131%. ده زيرو عشان 37، وده 72%، فكده ايه؟ عامل 721. بص المعادله عامله ازاي يا جماعه؟ بصوا المعادله عامله ازاي فوق اهي. المعادله ما شاء الله جميله قوي. دي من شروط التحقيق الكي بي ايز، او شروط تحقيق التارجت. دي ممكن تقابل بعض الاشخاص كتير جدا في حياتهم، ان انت مثلا بتبقى عايز تظبط حاجات في الاكسل عن طريق ان انت في كذا شرط، فانت عايز تعمل له زي معادله ان هو ايه يقرا لك على طول بتاع. انا حبيت بس ان اوريكم الحاجه دي، الحاجه دي هتفيد ناس كتير قوي، هتفيدهم في حياتهم، هتفيدهم في شغلهم، والله هتفيدهم كتير قوي. فاتمنى ان انا اكون افدتكم. فلو بعد اذنك، لو بعد اذنك ما تنساش والله لدعمي، عشان فعلا محتاج دعمكم. تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناه، ولو امكن ان انت تنشره عندك على تنشره في السوشيال ميديا، او يعني تنشره ما بين اصدقائك، يبقى كتر خيرك قوي. فشكرا جدا ليكم، ما تنساش اسمي، انا اسمي محمد تحسين من
من قناة السرشاجي، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.